والآن مع أخبار الطقس تستعرضها لحضراتكم رغدة أبو ليلى في وقفة ثالثة وأخيرة في نشرة التاسعة. إلى أحوال الطقس محليا وعالميا. مرحبا بكم. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأ بالقاهرة 19-11 طقس مائل للبرودة، الإسكندرية 18-13، مطروح 17-13، بورسعيد 19-14، والإسماعيلية 21-11. أما عن السويس 21-11، العريش 20-13، طابة 21-14، شرم الشيخ 25-17، الغردقة 24-14. بالنسبة للأقصر 26-12، أسوان 27-13، الوادي الجديد 25-12، شلاتين 27-16، حلايب 25-17. أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي: